I think there is a will to work together in a serious. أعتقد أن لدى الإدارة الجديدة رغبة في بدء محادثات جدية مع إيران بمعية الحلفاء، لكن لدينا بعض التحفظات على الاتفاق النووي. بالطبع الزمن تغير، بعض الأمور المرتبطة بالاتفاق النووي طفت اليوم على السطح، ثم هنالك أنشطة إيران المزعزعة على الاستقرار في المنطقة. الكثير من الناس يتساءلون عن الخطر الأكبر الذي يواجهنا. الصين مشكلة على مستويات عدة، روسيا لا يأتي منها أي خير، لكن هناك مجموعتين تثيران قلقي أكثر من غيرهما. أعتقد أنه لو كان لدى الإيرانيين سلاح نووي لكانوا قد استعملوه. هل تتفق أن أسوأ شيء يمكن أن تقوم به أمريكا هو أن يتولد لديها إحساس خاطئ بالأمان في مواجهة الإسلام الراديكالي؟ السعودية هي حليف استراتيجي وشريك مهم لنا، لكنها بدأت تتصرف بشكل مختلف، واليمن هو واحد من مجموعة أمثلة لتصرفات سعودية انحرفت عن مسارها، وهو ما يعطينا على ما يبدو مبرراً لاتباع مقاربة مختلفة تجاه شريك لنا، لكنه شريك لم تعد مصالحه تتوافق مع مصالحنا في غالب الأحيان. لست متحمساً لمزيد من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. أعتقد أن إدارة بايدن قامت بمراجعة نفسها بشأن الأمور التي فشلت فيها إدارة أوباما، لكنني لا أعتقد أنكم تعون جيداً أن محاولة تغيير الأنظمة كارثية وأنها تخلق الفراغ والفوضى والإرهاب في المنطقة. أتمنى أن تنظروا إلى الأمر على أنه مهم ليس فقط من الناحية الفلسفية، ولكنه مهم أيضاً لأبنائنا. نرسل أبناءنا لخوض هذه الحروب التي لا تنتهي.